فضيحة الصحابة. اي نعم لا تستغرب، فضيحة الصحابة اصح كتابيا عند السنة، صحيح البخاري صحيح مسلم، يذكران ان العدد الكبير من الصحابة سوف يقاد بهم الى ماذا؟ سوف يقاد بهم الى النار، وهذا قدامك صحيح البخاري صحيح مسلم. اما ما ورد في كتب الشيعة فهو الكثير الكثير الكثير. اما السذج والمخنثون من الشيعة الذين يحاولون أن يشككون في كتاب الكافي الشريف، أصبحتم مطية للنواصب في الهجوم على أحاديث أهل البيت عليهم السلام. فاروق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اسمك فاروق أم أنت الذي اتصلت أول أمس؟ أنا اتصلت يوم أمس وبينت بأن الصحابة بعضهم سوف يذهبون إلى النار كما في صحيح البخاري، وأن هناك رجل. لا، أنا بينت لك أن الذين يذهبون إلى النار الذين ارتدوا، الذين ارتدوا على أعقابهم، الذين لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم. نعم، الذين لم ينجوا منهم إلا كهمل النعم، يعني عدد قليل. يعني من عدد قال قليل ذلك؟ من قال ذلك؟ طيب كيف؟ طيب صحيح البخاري. اسمر. في صحيح البخاري. اسمر. اسمر. ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كما تقول بقى أنت، وفي الصحيح ماذا تفعل ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة الذين هم من أهل الجنة؟ أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ها، الزبير في الجنة، عبد الرحمن عوف في الجنة. لم يثبت حديث العشرة المبشرين بالجنة. أنت جاهل في الحديث. قل لي من فيه من الضعف، قل لي من فيه من الضعف في هذا الباب، قل لي في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أبو بكر وعمر، وقال ذهبت أنا أبو بكر وعمر. وحديث علي بن أبي طالب قال هؤلاء سيدة تقول أهل الجنة، يبقى علي بن أبي طالب كذاب. هنا يجتمعان في الجنة، قاتل بعضهم بعضا، سب بعضهم بعضا. من اللي قاتل بعضهم بعضا؟ يعني علي بن أبي طالب سيكون في النار لأنه قاتل معاوية؟ لا، طلحة والزبير في النار. طلحة والزبير في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي في الصحيح، يقول والإسناد كالشمس، يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. ها، تكذب النبي أو خاف؟ ومر كالفنى والدين والتوحيد والإسلام، والإسلام منهم براء، هم سبائية. فوجب على هذا المنبر الوحيد الآن الذي يسطع ويبرق ويتلألأ في سماء الإسلام ردا وردعا لهؤلاء الخبثاء، إن لم يكن هذا وإظهاره هي المهمة الوحيدة ماذا نفعل؟ يا بعد ربنا يعينك يا شيخ، ربنا كلمك عليهم. رضي الله عنك، رضي الله عنك. لا، كما شئت أنت لو ترص الصالح. يعني في واحد اسمه مروان أيضا، وأكيد هو من القوم أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أنت بتتنقل من صوت لصوت ومن اسم الاسم. طب أنا أسألك سؤال بالله عليك، لما التعمية؟ لما التعريض؟ لما تفعل ذلك؟ أنت رجل بتسأل محترم. لأنكم لا تسمحون لي بالكلام. ونعطيك. قبل قليل قطعت الهاتف وتقول قد هرب. أنت جبان. يعني أنت بتتصل عشان تقول لي جبان؟ بس هكذا يا فقر. طب ادخل الجحر، ادخل الجحر بقى، خلاص انتهى الموضوع. ادخل الجحر أيها الجبان. يعني يا ناس اتقوا الله ربكم، المعممون قد عمموا عليكم كل خيرات الدين. أنتم تعتقدون في علي بن أبي طالب أنه رب، أنه أول وآخر وظاهر وباطن. تقولون الحسين معه صك المرور على الصراط. يا رب اهديهم، يا رب اهديهم يا رب للإسلام يا رب. نجيب الوقت خلاص. ماشي. طب خلي بالك الأحسن، ممكن يبعت لك تعبان في السلك. الكذب دين النواصب، هذا صحيح البخاري، الطبعة الأصلية، الطبعة الهندية، المطبوعة 1272 هجرية، عند اللاحق في باب الرقاق، في نهاية باب الرقاق، باب الحوض 738. يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون، وصلى الله عليه وآله كما نقول، قال: بينما أنا قائم إذ زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة،
ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة فلا أراها يخلص فيهم إلا مثل همل النعام. هذا في صحيح البخاري في باب الرقاق في باب الحوض في هذا الباب. فلماذا تكذب يا شيخ يا سني؟ هذا البخاري ثم مسلم بعده وأبو هريرة يختفيه الرازي، صالوا وجالوا ثم قالوا وافتروا إن الصحابة للنجوم توازي، في حين قاتل بعضهم بعضا فما ذنب القتيل إذ غزاه الغازي.